مرحب مرحب يا سلام 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 عليكم، معكم مصر حلو. اليوم تكملت الحلقة الثانية، الجزء الثاني من الحلقة السابقة، أغرب 10 وجبات لأشخاص محكومين بالإعدام. بس قبل ما أبلش الحلقة حاب عايد عليكم واحد واحد بشهر رمضان الفضيل، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليكم، وإن شاء الله يكون شهر خير على كل واحد فينا. أسف أني عم بحكي بصوت واطي، بس حاليا تقريبا صار السحور، مشان هيك أنا موطي صوتي. صحيح تتذكروا لهي المنطقة، وهم مطرح ما كنت أحكي قصص قبل ما أسوي الاستوديو تحت، هي كانت خلفية الفيديوهات القديمة، بس أنا سويت إلى هذا المكان مشان تصير شوي معزولة. هون زينا شوي اليوم البيت، احتفالية برمضان، هو مكتوب رمضان كريم، مع شوية إضاءة وفانوس. وهون على الجنب الثاني حطينا كمان شوية فوانيس، طالع منظرهم كثير حلو، عاطين جو. هاي هون كانت طاولة العمليات لحتى نجهز، لأنه في شغلات تانية نحاول نسويهم، نجوم وغيوم. ومشان ما أطول عليكم ماي فريند، راح أترككم حاليا مع فيديو شاوي بلس. مرة تانية رمضان كريم وينعاد عليكم بالصحة والسلامة، كملوا مع شاوي بلس. لحظة قبل ما نكمل القائمة، بدي أحكي لكم عن الرئيس صدام حسين الله يرحمه، وكان أحد الأشخاص يلي انعرضت عليه الوجبة الأخيرة، فهيك كان الموضوع. قبل محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، صباح يوم عيد الأضحى سألوه جنود الأمريكان لو بيحب يطلب وجبته الأخيرة، ولكن رفض أنه يأكل وجبته الأخيرة قبل المحاكمة، وطلب بس أنه يعطوه جاكيته، لأنه كان بيعرف أنه وجه الصبح بالعراق بيكون الجو بارد، وهو ما كان حابب أنه الناس وشعبه يشوفوه هو عم يرجف ليفكروا أنه هو خايف من الموت. بس هاي هي كانت ملاحظتي، الرحمة على روح الرئيس السابق صدام حسين. إذا يا أم البيت قوية وقضبت الشجوة مصيبة. الشخص السادس بقائمتنا هو شخص قمة النذالة. في أشخاص النذالة بدمهم، ما بيحبوا يموتوا بدون ما يسووا أذى. لورانس راسل بروير، قاتل متسلل، طلب ب 2011 وجبة خارقة حارقة متجعلكة، عد معاي ماي فريند طلبيته: قطعتين دجاج لحم بصلصة الثوم زائد همبرجر حجم عائلي. لحظة كتبت أنا الوجبة تبعه هون، لأنه ما شاء الله، وجبة بيض بالجبنة، 3 ساندويش فاهيتا، بيتزا باللحمة، بامية مقلية من الدير انت صديقي، قطعة ستيك مع خبز زائد زبدة الفستق وآيس كريم وثلاث علب روت بير اللي طعمه مقرف مقرف مقرف. مشروب روت بير هو مشروب محبوب كتير بأمريكا، وأنا لسوء الحظ شفته هون وحبيت أجربه. ها هي ماي فريند الروت بير الأمريكية، خلينا نعطيها محاولة تانية. شكلها مثل الكولا تقريبا، وطعمتها الطعم ماي فريند مي سكر وشوية غازات مع حفوضات. حفوضات. مع بودرة أطفال مقرفة. المهم نرجع لموضوعنا، هذا الشخص مشان يصل المحكمة رفض أنه يأكل الأكل لما وصل، وقال لهم أنه أنا هيك ببساطة ماني جوعان. طب ليش طلبت كل هالكمية يا مال الفش إذا ماني جوعان؟ هذا الشيء خلى مسؤول بالمحكمة يطق راسه، وبسبب عمايل هذا الشخص التغت الوجبة الأخيرة بهذا السجن، وصار المساجين اللي من بعده يدعوا عليه لأنه بسببه التغت الوجبة الأخيرة، وصار يطلع لهم وجبة عادية من أكل السجن قبل ما يروحوا على إعدام. لا عمش إنك وصف. الرقم 7 بقائمتنا لليوم هو بيتر مينيل. هذا الشخص طلب واحدة من أكبر الوجبات للناس اللي محكومين بالإعدام بسنة 2004. المتهم هذا اعترف بكل جرائمه وقال أنه أنا مستعد أدفع الثمن، بس هذا مو يعني ما أخبص لي وجبة أخلي المحكمة تدفع الثمن قبل ما أنا أدفعه. فوجبته كانت كالتالي: 20 قطعة تاكو مكسيكي باللحم، 20 قطعة أنشيلاداز مكسيكي، 2 دبل برجر بالجبنة، 1 بيتزا، وجبة كريسبي جاج، ومشان يحلي طلب نص قالب جاتو بالشوكولا ونص بالفانيلا، بوزة مع أوريو، بوزة بالجوز والكراميل، وقطعة جاتو بالفواكه، ومشان يهضم 2 كولا، 2 بيبسي، 2 عصير و2 روت بير، هذا المشروب المقرف مرة تانية. ماي فريند، انت متأكد انه رايح تموت بعد نهار، ولا انت مفكر حالك عزيمة عيد ميلاد عندك؟ طالب وجبة خرجت تسوي فيها عيد ميلاد لبنتك، بس شكله نهار خبصة خبصة بالأكل على كيف كيفك.
رقم 8 بالقائمة لليوم هو ريكي راي ريكتور. اسم غريب، ريكي راي ريكتور، بس حلو شوي. ريكي راي طلب وجبة خفيفة مؤلفة من ستيك مع بطاطا وفروج بروستد وكاسة عصير بالكرز مع قطعة حلو بالجوز، وأكل وجبته كاملة واستمتع فيها عدا قطعة الحلو بالجوز. فسأله الحارس ليش ما أكلت قطعة الحلو تبعتك، فرد على الحارس إنه أنا مخليها لبعدين. يا أما كان القصد يتمالح مع الحارس، يا أما مفكر حاله راجع على الحياة مثل صديقتنا آيلين يلي لحد الآن ما شفناها. رقم 9، توماس كراسو. توماس كراسو طلب وجبة هاي كواليتي، وجبة محترمة معتبرة مؤلفة من محار البحر أو بلح البحر مع ضلوع مشوية بصوص الباربيكيو ودبل تشيز برجر مع كاسين حليب بالفراولة. وجنب كل هالطلبات الخمس نجوم هاي طلب علبة معكرونة قبل نص فرنك، ما بعرف ليش، فجابوا له كل طلباته عدا المعكرونة، ما جابوا له إياها بعلبة، جابوا له معكرونة مطبوخة مدلعينه مع لحم شقف واموره طيبة. كفروا ما جابوا له هاي العلبة، بلش يصيح ويصارخ، عصب عليهم ويصيح جيبوا لي الصحافة، يا ناس يا عالم طلبت منهم علبة معكرونة هاي ام النص، جابوا لي معكرونة بالصحن، خلي الصحافة تعرف الموضوع والله لا افضحكم. انا طالب منكم علبة معكرونة ام النص تجيبوا لي اياها بصحن، اخص عليك ما معاهم حق والله. الجماعة معززينك ومكرمينك وانت يا بنص فرنك بدك تروح على العلب، هل ايش احكي، خليني ساكت. شوي بلاس شوي بلاس شوي بلاس. خلينا نروح على المرتبة الأخيرة والرقم 10، وبنظري هو أزكى شخص بكل هاي المجموعة. هذا الشخص حسبه صح قبل ما يطلب، فطلبه كان عبارة عن قطعة ستيك زائد لوبستر مع فطير التفاح مشان يحلي فيها، بس كان له طلب تاني منهم واللي هو أنه يحضر سلسلة ملك الخواتم وهو عم ياكل. طلب لطيف وظريف، وبالفعل جابوا له وجبة الأكل وجابوا له سلسلة ملك الخواتم وقعد ياكل ويحضر السلسلة. السلسلة طويلة للي حضرانه، فبذكائه قدر يكسب 11 ساعة، فضلوا عم ياكل لحد ما خلص الفيلم على الاخير. وبهاي العمليه كسب 11 ساعه زياده من حياته، لانه هو كان مقرر انه ينعدم بوقت وتاخر بسبب انه كان عم يحضر الفيلم وياكل، لهيك اعدموه بعد 11 ساعه من تاريخ الاعدام الرسمي. وهيك بيكون نهينا القائمه على خير ماي فريند. ما عدمك ان شاء الله، حط لك سبسكرايب اذا انت جديد بالقناه، ولا تنسى زر اللايك، وحط لك تعليق حلو قبل ما تروح. شوفكم بفيديو جديد ان شاء الله يكون عجبكم، وسلام عليكم ماي فريند. كفرنا هذيك المرة، داركم 500,000 دولار بتساوي نص مليار، علقتوا عليها ما عاد تتركوني بحالي ولو عادي ماي فريند، فداكم نص مليار 500,000 دولار لعيونكم محروقة. سلام عليكم. رايح وين اني هين شوي بلاس جاكل كينج، انا زيد جمهور وانت تزيدين، لا تصيرك ريش طب مضرب كسكيتش. شوي بلاس شوي بلاس شوي بلاس ها، شوي بلاس شوي بلاس شوي بلاس ها. انا خلصت الحلقة، ليش ما اكل؟ لان جوعان. وقل لي لو انه جوعتك انا بالحلقة اعتذر منك، على الاقل ما بعرض لك اياها برمضان. الله يوفقك الهي، الله يوفقك.